كل طبعا الحمد لله. طبعا يمكن كان ممكن يبقى المباراة تتسهل اكتر من كده لو واحدة من الفرص اللي اتيحت لينا او اتنين من اللي اتيحت لينا، لكن هي دي الكورة. يعني في جبنا جول عن طريق احمد الشيخ، وبعد كده في خطأ جالنا او عملناه في جول التعادل للداخلية، وبعدين توفيق كبير جدا في الجول الثاني، لكن جول اللي في الاخر الحمد لله على كل شيء. يمكن كان مباراة بالنسبة لنا كانت هتبقى في الامكان يعني، لكن هي دي كوره يعني. انا لما كابتن سيد بيعلق على الحكام الناس بتاخد الكلام في اتجاه تاني يا كابتن سيد، لكن النهارده كان في توتر كبير جدا المدرجات، الجمهور بنشوف النهارده توتر المباراه او جزء توتر المباراه من الحكم في الموضوع ده تحديدا، يعني لان الناس معانا احنا تحديدا في حساسيه عاليه قوي، معرفش ليه يعني معانا احنا تحديدا ليه. لكن احنا طرحنا سؤال، السؤال ده برضو اتقلب علينا احنا، يعني احنا من غير ما يعني لا هي هجوم ولا حاجه، هي سؤال بسيط جدا جدا يعني طرحته، بس مش عايز اتكلم فيه كتير برضو عشان عندنا شغل فني عايزين نروح له، مش عايز اتكلم فيه عشان بتتفهم الامور دي بشكل غلط. هو ممكن كابتن امين عمر النهارده ما فيش حاجه مؤثره، يعني ما فيش بينالتي مثلا، او في حتى الجول اللي جه هو تسلل واضح، يعني ممكن يبقى في لعيب عمل تسع اخطاء، يعني هل هي دي تستوعب انذار واحده فيهم ولا لا؟ ممكن يعني في القانون بتتكلم في عدد الدقائق اللي تم احتسابها وقت الضيع، يعني انت في الوقت الضيع نفسه كان في كلام، وحتى في الوقت الضيع انت عملت 6 تغييرات كلهم يعني، او 5 كانوا في الشوط الثاني من اصل 6، فكل دقيقه بتبقى او كل تغييره ب 30 ثانيه. لكن في النهايه يعني مش عايزين نتكلم في الموضوع ده تحديدا، لان الناس بتزعل وبتاخدها بشكل معانا احنا تحديدا، معانا احنا بالذات يعني. فمش عايز اتكلم في الامور التحكيميه خلاص، يعني خلينا نتكلم في الشغل الفني، وده شغل ان شاء الله الرحمن نعمله باذن الله نظهر بشكل احسن في الفتره الجايه. فنيا بيراميدز المباراه القادمه ليها حسابات كثيره جدا فنيا، انا كابتن سيد بتشوف هذه المباراه ازاي؟ الراجل هيمسك بكره، هيقود التمرين بكره ان شاء الله الرحمن، وعندنا قاعده معاه في الاول قبل التمرين. يعني زي ما انا قلت لك كنت اتمنى ان احنا نكسب النهارده، لكن هي دي الكوره يعني. شكرا. بنشكر اكيد الكابتن نسعد عبد الحفيظ زي مدير الكره يا كابتن ميدو. يمكن اجواء هنا في استاد بترو سبورت كان فيها توتر كبير جدا عقب انتهاء هذه المباراه اعلاميا، طبعا يمكن اتحجزنا بشكل كبير كالعاده، يمكن لما بتكون مباراه مش تنظيم للنادي الاهلي بنقابل صعوبات كتيره جدا. بالفعل قابلنا اكثر من صعوبه النهارده ان احنا نكون متواجدين في منطقه طبعا اللقاءات الخاصه باللاعبين، او ايضا كمان المؤتمر الصحفي، وقصور كبيره جدا طبعا مش حابين نتكلم عليها. لكن كمان النهارده كان في توتر كبير جدا لخروج الحكم من ارضيه الملعب، هجوم كبير جدا من جمهور النادي الاهلي عليه نظرا للاخطاء الكثيره جدا. يمكن الكابتن سيد ما حبش ان هو يتكلم عليها، لكن جمهور النادي الاهلي يمكن كان في استياء كبير جدا النهارده. المباراه كانت صعبه جدا في قبل المباراه وبعد المباراه ازدادت صعوبتها جدا للتنظيم يا كابتن ميدو، بناكد عليه اكتر من مره، الامور كانت غايه في الصعوبه هنا في استاد بترو سبورت. بنتمنى ان شاء الله المباراه القادمه سواء تنظيم النادي الاهلي المعتاد اللي احنا ما بنقابلش فيه اي صعوبات، اي مباراه يكون طرفها اي فريق مش النادي الاهلي فقط، يكون التنظيم احسن من كده، في اسماء مكتوبه وفي ايديهات موجودة، يمكن كل الأمور التنظيمية والإدارية موجودة بالنسبة للقنوات كلها، لكن أمر كان صعب جدا. بنتمنى أنه ما يتكررش تاني، لكن بأكد خلاص يمكن لعيبة النادي الأهلي بالكامل توجهت إلى حفلة النادي الأهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ يمكن الوحيد مع الكابتن محمد يوسف اللي طلع أتكلم في وسائل الإعلام مع الكابتن محمد يوسف في المؤتمر الصحفي. غدا هيكون تدريب الأول لمستر مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الأهلي استعدادا لمباراة بيراميدز اللي أكيد إن شاء الله بنتمنى لو متاح. يعني هنحاول يا كابتن ميدو، هنحاول في خلال الدقايق اللي جايه دي يبقى معانا الكابتن محمد يوسف. تمام. برجع لك في هذه اللحظات يا كابتن ميدو. تمام. اكيد يا كابتن ميدو برجع لك في هذه اللحظات، ولو كابتن يوسف معانا اكيد هيكون معانا في خلال الدقايق اللي جايه.